والحارس قريبي واشنطن، حط في قريبي، حط في نسيبي، حط في أي حاجة. أبو تريكة وأبو تريكة والهدف. ياه يا على الولادة القيصرية، يا على الولادة المتعثرة. ياه حلوة 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 في مكان روعة الروعة. صباح الخير، عاملين ايه؟ لسه صاحي من النوم، عارف ان دي معلومه المفروض تعرفوها مهمه، يعني بقالنا كتير منتظمين على يوم الاثنين، ولو خيشنا الاثنين بيبقى ثلاث. ده مش برجو بتاع زمان اللي هو اقعد شهر اروح راملكوا فيديو 10 دقايق. اي نعم دلوقتي بالنسبه لي احسن، دلوقتي انا يوتيوبر ليترلي، على الاقل لما بيطلع ترندات بنلحق نتكلم عليها كده واقول لكم وجهه نظري واسمع وجهه نظركم. عندي على الانستغرام ماركتنج فام اللي تحت في الديسكريبشن برضو، وجات لي العلامه الزرقاء بمجهودي ما دفعتش 300 جنيه. روحوا باركولي اعملوا لي ستوري قولوا تستاهلها، الف مبروك، كنت بكافح من زمان لاجل العلامه الزرقاء دي. فبصراحه النهارده ما كنتش جايه معايا ان انا عايز اعمل فيديو الاثنين ده، الاثنين ده بالذات، يعني كان ممكن اعمل الاثنين اللي بعده، بس هو الاثنين ده لا، لود بقى وضغوطات وحاجات من دي، بس مش هدخلكوا فيها يعني. انتوا انا مش عايز اصيح، لقيت عصام بعت لي فيديوز كده لناس على تيك توك فعصبني اكتر، فقلت والله لا اعمل فيديو الاثنين ده وممكن ما اعملش اللي جاي. المهم نخش بالانترو، حطها ما اخلص هو الواد ده، يعني تعال نشوف اول فيديو عنده. تمسح عليك يا استاذه. تمسح لي ايه يا قليل الادب انت؟ حد قالك ان هي وسخه؟ بصراحه كده انا شايفها وسخه ومحدش مسحها من زمان. وسخه وسخه يعني؟ تصدق ان انت اللي عايله؟ طب ما تيجي امسحها لك انا. ايه يا استاذه انا ما عنديش عربيه. انت قصدك على العربيه؟ امال انت قصدك على ايه؟ ايه؟ انتوا بتتكلموا على ولا انتوا بتتكلموا عن العربيه بجد؟ الناس اللي في الكومنتات انا فهمت الفيديو، انا كده اخش النار. الواد ده والبنت دي عاملين فيديوهات، هي بتمسخر بكرامته الارض وهو بيطلعها على مؤاخذه، فهو جاي يقول لها امسحها لك يا استاذه. تمسح ايه يا قليل الادب؟ طب ما تيجي امسحها لك انا. تروح يوزر 840630، ده مش عارف ده مش رقم حتى تليفون، يعني ده ريسيت. هي حطت رقم الفاتوره وعملت بيه اكونت تيك توك. مش فاهمه حاجه، حد يفهمني. انا هفهمها. بصي حضرتك هي تقصد، او هي بصي هي فهمت انه بيتكلم عن انه يمسح مش عارف لمؤاخذة بتتكتب ازاي، لمؤاخذة مش فاهمة، حد يفهمني يا جماعة، مش فاهمة فهموني. تعلمي من ميرو بتقول المشكلة اني فهمت، السؤال هي قصدها على ايه؟ اللي فهم يجي على جنب. بقولك يا حمدي، عمرك فهمت ان باح الكلاب؟ لا ده ازاي ده وانتوا فصيلة واحدة؟ ايه الفكره يا حمدي ان انت تطلع نفسك كلب؟ اقنعته ازاي ولا اقنعها ازاي؟ قول لي يا هدير، لو خيروكي بين الفلوس والانوثه هتختاري ايه؟ الفلوس طبعا. ايه ده؟ وهتسيبي الانوثه؟ طب ما تقول لي انت يا حمدي، لو خيروك بين الرجوله والفلوس هتختار ايه؟ الرجوله طبعا. طب يا سيدي، كل واحد بيختار اللي ناقص. عارف انت قصف جامد جدا. اعوجلس هي طلعتك مش راجل يا اسطى ولا ايه؟ ليه بتعمل كده؟ لاجل الكونتنت؟ لاجل ان انت تجيب فيوز؟ وانا نايم في العسل بخلي بالي من اكلي. انا هطلع من الخرى اللي انت بتعمله ده. تنانير. هو غزار الولد ده ما بيعرفش يعمل فيديو لوحده، لازم يجيب معاه بنت، اي بنت حرفيا. لو مش كونتنت كرييتور في بنت ماشيه كده تعالي. وبلانك وفلوس بالكم في البنك. مصلحه الضرايب. مفيش مصلحة الضرايب على التيك توك، فايقكوا كتير والله، فايقكوا كتير. ده نانير وبلانكو بيعد فلوس بالمصري كمان. أنا داخل العمليات ونفسي ترد عليا فيديو، مش ترد عليا كومنت، لا فيديو عشان تفرحنا. أنا عمري ما فرحت، أنت يا حمدي اللي هتفرحني، أنت وهدير اللي معاك. أنت لو جيت تمسحها لي هفرح. وداخل العملية أتمنى ترد عليا فيديو بقول لك أهو عشان تفرحني. راح هو ما ردش فيديو، الله ربنا يقومك بالسلامة. بصي بقى، انا الكلمه اللي اقولها تتسمع. حاضر. هو انا عاجبني ان هو من نو وير كده ماشيين. اما بص بصي. اما بصي اما فجاه كده بقى. طب صلي على النبي، في احنا ماشيين يا ابني عادي، ما انت ليه طلعت فجاه كده؟ بصي بقى، انا الكلمه اللي اقولها تتسمع. حاضر. وعينك دي ما تترفعش فيا. حاضر. والطلب اللي اطلبه قبل ما اطلبه يكون متنفذ. حاضر.
خش بقى دلوقتي قدام امي تعمل شويتين دول هحقك عليها في اي حاجه ماشي تمام بس ما تزودش فيها بروح امك وقدامي يلا يا اسطى انت بتعمل في نفسك كده ليه انت هل انت يعني بحس ان حمدي عاشور ده اللي بيخش البنات في الازر عارف انت الرسائل الازر يعني ده اكيد دخل على 11 بنت من 10 دقايق قال لهم انا عايز وانتوا فاهمين الباقي ثانية واحدة بس لحسن انا مش مصدق نفسي هو فعلا في علامة زرقاء جنب اسمي انا هشيل العلامة الزرقاء اللي عندي ازاي بقى عايز اشيلها الحمد لله ان اكاونت تيك توك بتاعي المتوثق اتقفل افرحوا معايا يا خيال عن ابو السماجة انت ايه يا حمدي البنات ليلة العيد اكيد 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 هيروح جايب كبشة بودرة كده اللي هي دقيق يروح حاططها على وشه هيروح مشغبط على وشه بقى اللي هو ميك اب يعني بيزودها اكيد وريني يا معلم لا ده انت جددت بقى ده مختلفه دي يا حمدي يخرب بيتك يا انت قصدك ان البنات بتعمل كده في العيد ايوه حصل ايوه يا ابن اللذينة عرف افشكو افشكو انت يا بنات فعلا انا اعرف يعني في كتير بيعملوا كده لسه حصلة يعني في بنت لسه حالا عاملة كده معرفش مين بس يعني اكيد ما شاء الله عليك يا حمد لسه وانت طيب يوه هو كل مرة هو غالبا مش لاقي غير البنت دي هتجي هاي الو الحقني يا حمدي كوتش العربية نام وانا على الطريق وافتكرت اخوك دلوقتي but don't tell your dad كلمتش جوزك ليه؟ ما انا كلمته ما بيردش طب ما عندكش استبن كلمته برضو ما ردش انا قصدي كاوتش يا حيوانة ايه؟ مش قصده الاستبن اللي هو انت تعرفي انا فاهمكم انتوا الاثنين ايه؟ الشمال يخرب بيتك انت هو ازاي بيقنعك ان هو يحط حتى الموسيقى دي على هو بصراحة لأجل 411,000 لايك اللي زيكم يوافق انا لا وانت بتقول ايه يا معلم انا هرجع بعد دقيقتين واشوف احباب الرسول في الفيديو يعني في الفيديو ده عجبك اداء امبارح ادائك ده كان فظيع هو انتوا بجد اداء ما حصلش ايه ده يا ماشي طب انا ولا متعب شر متحد ده ايه ده متحد ده هنا هو وانت فوق طب ما تيجي على الصبح كده عريق ده احنا لسه مفطرناش ات اني طيب قوليلي ادائك دلوقتي ولا بالليل ادائك بالليل كان احسن كتير هو انتوا بتتكلموا على بس انتوا خليتوها على انتوا عندكوا نظام انا عندي نظام شرطة الاداب هو ليه كل حاجه بيجيب لي مواب شادي خد يا عم بص بقى ده المشكله اني فهمت عبدو سيد بقول له يا بختك بتلعب فيفا معاها السلكان يا جماعه وانا بزرع الخير وانا قاعد على الواي فاي باشا انت نفسي تقعد على قول لي يا الالمان اسم الالمان هو انا سالتك هو انت ليه يا اسطى مسهتن 24 ساعه انت ليه قول لي يا ايه ممكن بس هيروح لها على الأزر بقى رسائل الأزر عايز هو أنا سألتك على اسمك أنت آخرك تاخد العربية دي تركنها وتخرس خالص أنا بحس إن حمدي عاشور ده بيحب يعني يتعامل كده في الحقيقة بقولك إيه يا هدير ما تجيبي دقيقة رصيد لا ليه؟ حتى دقيقة الرصيد رخيصة يعني والله ما في أرخص من الدقيقة اللي عرفتك فيها انا متضايق لك يعني انا مكسوف لك مش حاسس ان انا بهزر معاك يعني حاسس ان انا واخد الموضوع جد ناس كتير بتسالني عن فيلم ما حد سالك ما حد والله ما حد سالك خير وازاي قدرت احول المشهد من الشكل اللي انتوا شايفينه ده للشكل اللي انتوا طب والله الاول احلى انت لعبت في الصوره ليه بقى شايفينه ده الفيلم ده انا عامله بشارك بيه في مسابقه مهرجان كان اللي شاركت فيها السنه اللي فاتت انت ما تشاركش غير في مهرجان واحد مسابقه الكوبري الذهبي حمدي هو انت مش قلت لي هتوديني جنينه الحيوانات يا بنت جنينة حيوانات ايه بس؟ يعني عايزة تروح عشان تشوف القرد؟ طب ما انت كل يوم بتشوفيه وانت واقفة بتبصي في المراية لا والله انا كنت عايزة اروح عشان اشوف الحمار الوحش بس خلاص هو واقف قدامي هو بالعافية يعني ايه هو عافية انا هحرجك عافية
هي الاغنيه دي كل شويه تطلع لي ليه؟ هو يعني اللي عامل الاغنيه عارف ان هي هتبقى ترند، عارف اللي هو واحد بيتكلم فالبنت بترد عليه، بقول لك ايه ما تثبتنيش، خلاص براحتك ما تصدقيش، يعني انت جاي في تلكيك، لا بس ساعات ما بفهمكيش. بقول لك ايه ما تثبتنيش، هو انت عملت عليها رقصه؟ خلاص براحتك ما تصدقيش، يعني انت انا فاهمكم يعني والله العظيم فاهمكم، انا فاهم انتوا عايزين توصلوا ايه ووصلت لي، حاسس عاش يا سبوكي. انا مش فاهم حاجه. اسمع ان في تايم سكوير في نيويورك لازم تيجوا تجربوا البريكفاست في المكان ده. ايه اللي هيوديني نيويورك يا حبيبي يعني؟ طب ما ياسر ايه اللي هيوديني نيويورك وهاجي اجرب اللي انت جربته ليه؟ ما بالهنا والشفا على قلبك. فيلا بينا نجرب جونيورز. يلا انت جرب، انت كل بالهنا والشفا. فاتح من 1950s. انا مش هاكل ال 1950s. يلا بينا. انا جبت اللامبر جاك. ده نوع كلب عندنا. بس خليتهم يخيروا بيكن بتركي سوسيجز. اوكي دي تمام، تاكي سوسيجز. ودي انت جبت ايه؟ جبت السالمون بنديكت. ايه بقى ايه ال 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 ايه بقى ايه الحاجات اللي انت جبتها دي؟ ودي انت جبت ايه؟ جبت السالمون بنديكت. ده اكيد مش حلال سالمون، بس اكيد مش حلال، ما اعرفش. شوكليت ميلك شيك. اهو ده حاجات نعرفها، شوكليت ميلك شيك بس. سوبر كريسبي متبلين حلو قوي. يعني لو هتشاركني ممكن تبعت لي، يعني تلف لي الاكل ده وتبعته لي على البيت، بس ما تقوليش كريسبي انا جوعت دلوقتي. ميكس الملح من البيض والسويتنس من الميبل سيرب خطير، والميلك شيك شوكليت والشوكليت ميلك شيك على التاكي سوسيجز. يا لهوي. دويتو جديد وتحدي، الدويتو ده ينفع للولاد والبنات، انتم الخط الازرق. وقعده الاوضه في الضلمه دي هتغير حاجه؟ سيبني لوحدي، ماليش نفس للكلام مع حد. كل ده علشان علاقه وفشلت. علاقه وفشلت ومشروع وخسر. ما احنا عايشين في الحياه دي عشان ننجح ونفشل، نقع ونقوم، لازم يبقى في امل. امل دي تبقى انا خسرت كل حاجه حتى نفسي. الحياه مش عايزه احباط، الحياه عايزه اللي يقول لها انا هنجح. كلام افلام مش حقيقي. سيبني دلوقتي عشان سيبني دلوقتي ارجوك، محتاجه افكر مع نفسي شويه. ايه هو انت سبتني؟ انت سبتني بجد؟ وانا اللي قلت هيوسيني اكتر وهيقول لي خلاص وبتاع، وانا حاسس ان انا بكلم دكتور نفسي. مثله معايا انا. يب. خلاص انا في رمضان قررت اروح الجيم، لازم انزل وزني. ده رمضان في رمضان؟ يعني ايه؟ شهر حركة، واحنا لازم يعني نفضل مأنتخين في البيت ونربي كروش، ننزل كده نعمل شوية رياضة. جيم ايه بس؟ تعال معايا، ده ماما عاملة صينية كنافة من القلب. ده ماشي الكوميدي، استنى بقى، ده انت جيت لملك الكوميديا. يعني نفضل مأنتخين في البيت ونربي كروش، ننزل كده نعمل شوية رياضة. جيم ايه بس؟ تعال معايا، ده ماما عاملة صينية كنافة من اللي قلبك يحبها. الحاجة عاملة كنافة؟ دي ريحتها جايبه اخر الشارع يا جدع. مش هتاخر، ده كنافه، نبقى ناجل الجيم بعد رمضان. طب اسمعك انا على البيت، ما تتاخرش وابقى سلم لي على الجيم. انا حد بره بيقول لي انت بتكلم مين؟ صدق بقى انت اسمك هانيا. هو ايه ده؟ ايه ده يا اسطى؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي بلعه الرغيف. عين عكوزه صاحبتها لسه اصلا بتقول بسم الله. احنا عند صبحي كابر، انا جاهز غدا عمي الدنيا. عنده طلبت معايا اتغدى، طلبت معايا اروح اتغدى. ما كنت هنام جعان النهارده، قلت اروح عند الحاج صبح كابر. الله يكرمك، ربنا يبارك لك. والله العظيم يا عم صادق، والله على الله ان شاء الله. على الله وبالهنا والشفا على قلبك ومطرح ما يسر يملي. كل دول اخواتي المشاهير. يا الله صبح كابر ممنوعات بجد.
صبح كابر ممنوعات. طب ما انا كده مش هاكل عنده. اهدى كده، صلي على النبي افريقي يعني، اعمل الدعايه كويس عشان شجعني، شجعني ان اجي اكل ممنوعات بجد بجد. حاضر هتغاضى عنها. ممنوعات مقفولات مطروشات عند صبح كابر، بقول لك اكل هنا بيموت. والله ما رايح اكل. انت بتقول ايه؟ تخيل صبح كابر وهو بيشوف الفيديو بعد ما دفعوا له فلوس يجي يعمل له دعايه. والحارس قريبي واشنطن، حط في قريبي، حط في نسيبي، حط في اي حاجه. ابو تريك وابو تريكا والهدف. يا على الولاد القيصريه، يا على الولاد المتعثره، يا حلوه 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 في مكان روعه الروعه. ماشي انا هصلنصيه هنا كده بالفيديو ده. بصوا انا عايز المنشنات دي المره الجايه تبقى بالهبل بقى، مش عايزين حاجه فيها رقص وطبل وشخاليل. انتوا عاملين على منيري صاحبي ايه ده؟ كبده وسجق، انا لسه متعشي بس ممكن اكل سندوتش. واحد كبده، واحد سجق كمان، واحد سجق مدخن بقى، ممكن واحد بطاطس. طب لو ما كنتش متعشي اجرب البانيه بقى. هو انا ما بشبعش ليه؟ هات واحد ستريبس، مش هاكله بعيش عشان الدايت. هات واحد برجر، هات بقى واحد كبده على سجق على كفته. عايز بقى كبده على سجق على كفته على برجر على ستريبس على بانيه. مش قادر احط حاجه في بقي. هات واحد سكالانس. طب يا اشوفكم الفيديو الجاي، باي. منشنكوا بقى.